رح نتعرف على المصممات اليوم دالة عبد الهادي وعلا كاكا، والخط التصميم اللي هو فلامينغو ريبوبليك، فيه لبس وفيه كمان اكسسوارات. اهلا وسهلا فيكي دالة. اهلا، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا. وعندنا كمان علا. اهلا وسهلا علا. مرحبا. ونسرين معها. اهلا وسهلا علا، واهلا وسهلا بدالة وبي يعني مهندستين معمار. انا لا، ثلاثه معماريات، ثلاثه خدمة. لا انا اقليه، انا استاذ. علا ودالة هم مهندسات معماريات، بس حبوا يتجهوا نحو تصميم الملابس ويعملوا التطريز الفلاحي ولكنه بحله عصريه. انا شايفه هون كوليكشن بياخذ العقل، عملته علا رح نحكي عنه. امتى بدات الفكره علا؟ وحتى اللي انت لابستيه كمان كثير حلو. يعني امتى حسيتوا حالكم انه احنا بدنا نروح لهذا الاتجاه، او لقيتوا حالكم اكثر بهذا الاتجاه؟ هلا نحن قبل سنتين ونص تقريبا بلشنا انه حكينا نعمل اشياء لنا، انا ودالة، انه تصاميم لنا. فبلشنا هي كانت بهذا الجاكيت الجينز اللي هو اكثر شيء اصلا معروف انه نحن عاملينه. بعدين شوي شوي تطور الموضوع لانتقل انه صرنا عم نعمل انه لكل مجموعه لكل موسم. فهاي هي اول مجموعه عملناها اللي هي لربيع صيف 2018. انا حابه يعني افرجي بس هيك استعرض، مثلا هاي وحده من الاشياء، تنوره لينن. هي قماشه بلا، استعملنا بهاي المجموعه اللي هو قماش اللينن وقماش الجينز. تطريز طبعا يدوي. التطريز لا، هلا ماكينه بس طبعا بالكواليتي تاعته كثير منيحه، كثير حلوه فعلا. وحاولنا نغير عاده الشيء التقليدي للتطريز، الباترنز التقليديه، فاخذنا الشكل اللي هو المثلث اللي هو دائما بتكرر بالتطريز، وحاولنا نعمله بطريقه عصريه وجديده. هاي يعني ممكن هاي تتلبق معها. بالضبط، هاي بتزبط، بتطلع كتير حلوة. الحملات بنفس الطريقة اللي فيها التطريز على التنورة. أيوة بالضبط. طيب حلو، خلينا نروح عندك نشوف ايش حلو. عندك اكسسوارز ممكن نلبقها. هلا هدول كمان كانهم بيمشوا مع الاواعي. يس بالضبط. هلا احنا يعني عندنا الكولكشن اللي هي الجديده عملناها مثل ما حكت علا، اللي هي ربيع وصيف 2018. هاي المره طبعا الاكسسوارز تبعونا كلياتهم هاند ميد، ومثل ما شايفه رندا استعملنا عشان الكاميرا الماتيريال اللي هي البلكسي. وين البلكسي؟ كلياته انه هذا الحلق مثلا اللي هو بلكسي. استعملنا اكثر من اليمنت في الديزاين، اللي هو استعملنا الكوينز بطريقه اللي هم الذهبيين، ودخلنا الخيوط اللي هي بنستعملها بالتطريز ونفس الالوان، واستعملنا كمان الحبل اللي هو الذهبي. حلو حلو. وطبعا في عندنا هدول الحلاق انه اللي بلشنا فيهم، اللي هو الزر اللي هو من التطريز، مو عادي، ومعاه شراشيب. هذا بلبق شكله علي انا لابسته. كثير تطريز ما عم بسمعك. كل شيء بلبق لك حبيبتي، تسلمي. كثير حلوين. اوكي، وبعدين في هدول زي الحلقات. هدول اللي هم الهوب. وطبعا كل شيء يعني احنا بنعمله بايدنا، فبنبلش اول شيء بالحلق اللي هو بنجيبه جاهز، وبنلف حوالينه بالخيوط وبالالوان اللي هي المونسه، وبنلف حوالين الخيط الذهبي. كثير حلو الشغل ومتقن فعلا. يعني احلى شيء انه بتقول لك كله هم بيشتغلوا فروم اي تو زي. انا وعلي كمان لابسه لابسه من هذا البلكسي. شو حلو هذا اللي احنا ماشي مع الكولكشن تبعتنا نفس الالوان. ما كثر غلبتي انا. طب قولوا لي يعني كيف كانت رده فعل اصدقائكم، اهاليكم؟ انتم هلا ما بتشتغلوا بالعماره؟ لا بنشتغل لسه. بتشتغلوا بالعماره لحقين كله؟ ما هو موافقين بين الاثنين. لقيتوا تشجيع ولا لقيتوا استهجان؟ لا بالعكس، كثير لقينا تشجيع، وهو اصلا الشيء اللي خلانا نكمل. يعني انه كل حدا صار يحكي لنا انه احنا بلشنا اول شيء بس إلنا، بعدين صفى كل حد بده، فاحنا تشجعنا وصرنا نعمل اكثر واكثر. بتعرفي رندا، بدي افرجيكي وافرجي اللي عم بيتابعونا هون. شوفي مثلا بالجينز، يعني شوفي هون هذا التطريز كيف كثير حلو. بتعرفي انها هي بصمتكم، يعني بيطلع عليها بيعرف انها فلامينغو ريبوبليك. في شيء كمان لفت نظري، الاسود هذا. هلا هذا ايوه. هلا هاي من انه كمان من المجموعه الجديده. هاي استعملنا التل وطرزنا عليه، فهي هاي اكثر انه اذا حدا بده شيء مرتب. هدول لا، الاواعي الثانيه اكثر انه كاجوال. هاي شيء ثقيل اذا حدا عنده مناسبه. وفي معه هاي مع توب اسود ساده. يس هيك يجب. كمان وان شولدر قد ايه حلو، كثير مهضومين للصيف. هاي لازم نسال ساره اسعد امتى نلبسها.
واسمعي شو الحلو، انه التطريز الفلاحي عاده هو ممكن الواحد يلاقيه جامد، بس انتم عملتوه بتلاشى، يعني ببلش سوليد وبعدين شوي شوي بتفكفك وخلص بصير بالاخر كثير لوس. وايش التوب الاسود اللي جنبك او الواحد علاء؟ لا هو هذا انه فستان للصيف للبحر او انه ممكن حدا يرتبه حسب ما بده يعني. فهو كمان هاي الفكره هاي مستعملينها من الكولكشنز اللي قبل، اللي هي انه نستعمل الليس ابس وبندخل فيهم انه يعمل شكل الاكس اللي هو اصلا ماخوذ من التطريز الستيتش اللي هي الدرزه الاكس. طيب خلينا نشوف مثلا هدول من قماشه الجينز. جينز بالضبط، هدول كمان حبينا نستعمل اطرى بيكون شوي هلا هو بالضبط اطرى، فعملنا اكثر من قطعه كمان من الجينز وبنفس الطريقه. في مثلا هاي التنوره كمان، يا عليكي شو حلوه، كثير كثير ستايلكم حلو عن جد، والبصمه حلوه، برافو. ممكن بتطبقوا مع بعض ستايل يعني، هاي ممكن تطبق معها، هو كثير صيفي وكثير يعني هيك فرح. طبعا بتستعملوا الكمبيوتر اكيد بتصاميمكم مزبوط؟ اكيد يعني يو ديزاين الاشياء على الكمبيوتر بعدين لقيتوا مشاغل اللي تعمل لكم. يعني نحن الرسمه انه نحن بنختارها بعدين بيتطور الموضوع انه ينتقل انه للمشغل وبنعمل. ونفس الاشي حتى الديزاينز الاواعي بنكون انه رسمينها على الكمبيوتر بعدين بتطبق. طب كيف عم تشتغلوا بهندسه العماره؟ يعني عندكم مكتب لكم كمان ولا شو؟ كل واحده موظفه بشركه؟ موظفين كل واحده بشركه. اوكي وبعدين عندكم لسه وقت لحتى تعملوا هذا التصميم؟ هو عاده على الويك اند اغلب الوقت انه بنشتغل او بعد ما نخلص دوام. هذا كيف لو فول تايم؟ لانه بتعرفي بهذا العمر عندهم طاقه وما عندهم التزامات، فكتير حلو يستثمروها بشكل صحيح. برافو عليكم، بهنيكم عن جد. طيب وهلا انتم هذه كان لمجموعه صيف وربيع 2018، بلشتوا تحضروا للخريف والشتاء؟ يعني بلشنا شويه، عملنا سكتشات ولسه الشغله بتاخذ وقت. ما احلاكم. طيب دالا، يعني شو اكثر شيء بتلاقيه ممتع بهذا الشغل؟ هلا يعني اكثر شيء صراحه حلو انه احنا بنجرب بكثير انه تكستشرز وكثير ماتيريالز والوان. فاحلى شيء انه الواحد بنبسط لما يشوف حاله عم بيشتغل بلون زهري ولون بيبل وكل شيء تجميع الوان، يعني انه حلو بفرحك يعني، وانه حلو كمان الشغل بالايد انه بتنبسطي يعني بتحسي حالك انجزتي. مزبوط. طيب هلا بالمكتب شو بيكون شغلك؟ هلا احنا بنشتغل يعني عادي، احنا بروجكت بروجكت، احنا يعني انا بشركه صراحه شوي كبيره، فاحنا مشاريعنا كلياتها بتكون يعني مينلي احنا برا الاردن عم بشتغلوا. فبكون بشتغل يعني مثلا باخذ زي تاسك على المشروع وبمشي له مثلا يعني رسمات واشياء معينه. بيأثروا بعيد او بثروا بعيد؟ هلا اكيد هندسه العماره كثير بتاثر علينا يعني بالتصميم تبعتنا 100%، وبتلاقي انه كل شيء يعني حتى رسماتنا كثير جيومتريك وكل شيء يعني كثير داخل العماره في الموضوع. حتى الخياطين بنجنوا منا انه احنا كثير دقيقين، اذا في خيط طالع او شيء اظن هذا تاثير الهندسه. ما هو كمان الاشياء الحلوه بالهاند ميد هي الفينيشينج، يعني ممكن اي حدا يعمل اي شيء ويظبطه، بس الشكل النهائي هو الاهم. انا بتخيل كل ما كان مرتب كل مكان أشيك وأرتب. طبعاً. طيب أنا بس في هاي رندا، شوفي شو حلوة. حياتي. شوفي. غير مهضومين. هذا الكم. أي سحلاق أنا. رندا ملتية بالحلاق. طبعاً. لا كثير. حلو. شوفي هاي البلوزة رندا شو حلوة. كله عن جد شاطرين كثير. مفتحة كمان. برافو برافو. تشبه اللي أنا لابستكم. على فكرة اللي أنا لابسته فيه شوي. نفس الألوان كمان. تطريز فلاحي. كثير حلو عن جد، يعطيكم الف عافيه. احنا فخورين فيكم ومبسوطين. بس انا سؤالي الاخير اللي دائما بساله لكل حدا بيعمل إشي يدوي، التسويق، عم تتغلبوا بالتسويق؟ يعني نحن اولها كثير كنا متغلبين، بس هلا شوي شوي الواحد مع الوقت بصير بتعلم، يعني عم نتعلم شوي شوي يعني مع السوشيال ميديا هلا مثلا، انه تعملوا صفحه على انستغرام. هلا نحن عندنا صفحه على انستغرام وعلى فيسبوك، بس نحن اكثر شيء شغالين عليه هو الانستغرام. ويعني شوي شوي عم نتعلم، وهي حتى يعني بصفي من الناس بتقدري تعملي تسويق. شوي وعم بيجيكم طلبيات كمان دالا، انطلب منكم اشياء لمناسبات معينه؟ اكيد، يعني انه في ناس انه هلا شو اسمه عندهم تخريج المدرسه فبيطلبوا انه اشياء للتصوير. هدايا كمان ممكن. 100% هدايا كثير، الناس كمان خصوصا اللي ساكنه برا بحبوا يجيبوا اشياء من عندنا. رندا ما يبلى عليك يا هلا. شكرا. بجنن.
حيشوفوا والله اكيد بحب اقول لكل اللي حبوا هاي الكولكشن تقدروا تتواصلوا اسمهم فلامينغو ريبوبليك وهذا من شغلهم. اذا انتم عنوان صفحتكم فلامينغو ريبوبليك على انستغرام وعلى فيسبوك. بالضبط. كل التوفيق لكم. شكرا كثير علا ودالا واهلا وسهلا فيكم.